قد بركة يقول بارك الله في حلاوة. نعم، هذا شخص كان يقول لي يشتغل في شركة وعندها دوامات وزي كذا، فهمت؟ مو شركة، أتوقع الشركة كانت زي أساسا، فكان يعني منضغط من الحياة ضغط قوي، وكان مرة جاء في البيت ما عنده شيء، طلع من البيت قام يمشي، هو أتوقع كان في جدة، فراح حارات في جدة، يقول أول مرة أدخلها من الضغط اللي فيني وما أدري وين أمشي، ودخلت الحارة ذي بضغط، يقول جيت موقف يعني في الحارة دي ولبكت فيه، قاعد كذا قاعد أفكر، يقول آخر شوي ولا شوف بنت جاية تعدي عندي وتطلع علي، يقول هي كنا في رمضان، طلع علي تقول ما عندنا كسوة العيد، تبكي، يقول والقطة على طول، يقول لا يوم جيت أبغى أكلمها يقول لا أمها جاية، مسكت طقة وتدخلها في بيته، وأجي وأطق الباب عليهم أقول أنتم ناقصكم شيء زي كذا، تقول الأم لا ما ناقصنا شيء، الله يستر عليك، أنت عارف فيه، إي يقول دريت إنهم يعني يحتاجون. يقول واروح يقضي لهم واجيب لهم انواع الاكل وانواع الحلويات ويقضي لهم ملابس واجد وجبت لهم كل شيء، يقول جيت حطيت لهم زين، وجاء لحل العيد ويقول من بعدها يقول جاني شرحة صدر واستانست ويعني اي توسع باله، يقول رحت وعيدت مع اهلي، ويقول يجي يوم الوالده تبيع علاج مصيت مع واحد اتدبه، قلت بروح اجيب لك اياه، قالت يلا هذا العلاج رح اجيب لي اياه من الصيدليه، يقول وجي وامشي انا والصيدليه الحين علي مناي وقدامي اشاره، يقول واجي انا والبق قدام خشم الصيدليه، يقول يوم اخذت شوي يقول قلبي يقول يمشي يقدم، يقول انا ما بمشي فاقعد البس الصيدليه انا موقف عندها، يقول وراي واقدم واجي من ورا الصيدليه كذا، يقول امداني بس لبقت، يقول له دار الوايد علق عندها الافانس، ويوم جاب شرط الاشاره قدامه والناس قدامه ويلف عشان ما يقدر ما يستلمهم، ويلف على اللي عند الصيدليه كلبهم يتفش كل بون حالته، سبحان الله ربي ظهر من بينهم وطلع هنا وكلها بعد الله سبحانه وتعالى ثم اثر الصدقه، فاللي يقدر على تصدق لو بريال واحد عطني الفايده.